تواصلت مع السفير هذا الصباح، هذا عيط لي واحد السيد عطاني الرقم ديالو وهضرت معاه، قلت له ودي معاك مول الشاحنه اللي بقات تما مرميه. قال لي مرحبا، قال لي شنو المطلوب؟ فاش قال لي شنو المطلوب انا فرحت، انا قلت ربما غادي هذا تجاوب. قلت له ودي الشاحنه دابا راه بقات تما مرميه، السلعه داوها مواليها، والغارديان غادي يتسالى تقريبا 48 ساعه اللي دار معايا مول السلعه باش يامن الشاحنه. 48 ساعه غادي يتسالى غدا ولا اليوم في العشيه. قال لي شنو مطلوب منك؟ قلت له ودي مطلوب منكم الله يجازيك بخير تشوف لي شي قروه ولا شي ميكانيسيان ولا دو ميكانيسيان يحيدوا لي الكاميو من تما الله يجازيك بخير، ويسردوه يصيفطوه لاقرب بوست ديال الجندرم او للديوانه يبقى عندهم ريتما، يعني يكمل التحقيق وتكمل السلطات الماليه الاجراءات ديالها والتحقيق ديالها. قال لي احنا هذا الشيء ماشي من اختصاصنا وما عندناش، والقروه الا كاينه شكون غادي يخلصها؟ يعني شي مسائل اللي هي صراحه انا يندالها الجبين. لما كانش السفير كيوقف مع المغاربه في هذه الازمه هذه وهذه المشاكل هذه ويحل لهم هذا المشكل هذا، اشنو هو الدور ديالك انت تما؟ هذيك راه سائقين مغاربه ماتوا، هذيك راه ماتريكولا مغربيه، راه عنده كارت ناسيونال مغربي، باسبور مغربي، الا ما كنتش غتوقف معاه انت اشنو كدير تما؟ راه وقت الحزه اللي غادي توقف معايا، ما وقت الصحه راني بخير وعلى خير. كون كنت كنعرف شي ملجأ اخر او لا شي منفذ اخر راه نلجأ ليه، ما نلجأش ليك انت. راه حشومه هادشي اللي كيوقع لينا، والله الا حشومه وعيب وعار. حنا دابا هنا ما عرفنا راسنا من رجلينا، واش نمشيو والناس كيقولوا لي ما تمشيش راه غادي يجيبوا لك الكاميو سيدنا راه تدخل وتكلف بكل شيء. وملي كتواصل مع الممثل ديال المملكه المغربيه في شخص السفير كيقول لك بحال هاد الشيء هذا، كتولي كتخبط انت، ما بقيتيش كتعرف راسك من رجليك. ما حيلتك انت مغربي ديالك، ما حيلتك لهذوك السلطات اللي كيتعاملوا معاك هكا، ما حيلتك الكاميو اللي بقى مرمي في هذيك الحاله. راه صراحة والله إلا دخت أخويا رضا، صراحة كذبش عليك دخت والله إلا تلفات ليا كيما كيقولوا تلفات ليا البرادة، ما بقيتش عارف راسي من رجليا. ملي هو يعني موظف سامي مسؤول كيقول بحال هاد الكلام هذا، أشنو مع من أخويا غادي نتواصل؟ واش نمشيو عند شي سفارة أخرى ديال الموزمبيق ولا ديال أفغانستان في هذاك القنط نمشيو ندوو معاهم؟ راه حنا مغاربة، راه عيب، راه الإنسان إلا لقيتيه على غير على برا وقال لك على الله مساعدة كتساعد معاه كتعاونه، فما بالك اللي هو مغربي وفي دولة إفريقية ما عارف حتى واحد جاي مرمي تما وكتقول لي بحال هاد الكلام؟